لو الحكاية فيها إن فيتو. لماذا التقيت به كناشطة سياسية وليس فنية؟ وعجبك السؤال جدا وقلت سؤال ذكي جدا طبعا. عايز أعرف يعني على هامش اللقاء ما حدث على هامش اللقاء؟ على هامش اللقاء هو ما قبل اللقاء بالظبط، انه انا شرفت انه جات لي دعوة من الأساتذة الكبار في تيار المستقبل اللي تكونوا فقط في يناير الماضي حوالي 100 شخصية، 100 شخصية وطنية. دكتور محمد غنيم الطبيب العظيم أمراض الكلى، دكتور عبد الحليم أنديل طبعا، أستاذة دكتورة كريمة الحفناوي جميلة بحبها قوي، أستاذة الكبيرة شهندة مقلد، أستاذة نور الهدى الزكي اللي كانت رئيس التحرير العربي، 100 شخصية، أستاذ طبعا عبد الحكيم عبد الناصر. فأنا شرفت أنه يعني يكلموني عشان أنضم لهذه الشخصيات، لأنه كان أيامها تعمل وثيقة للوثيقة اقتراحات للدستور عشان تقدم هذه اقتراحات 100 شخصية فتقدم علشان الدستور 14 يناير. فطبعا لما جات لي هذه الدعوة انضميت ليهم الحقيقة وتناقشنا في هذه الوثيقة وده تسجل وأرسل للرئاسة. وفي بعض الأنشطة وبعض اللقاءات، يعني مثلا أيام أيضا كان ايه كان توعية سياسية ايضا، رحنا مثلا مع دكتور ممدوح حمزة هذه الشخصية الوطنية ايضا، كان في مؤتمر في بلبيس مثلا وكانت مجموعة اساتذة جامعة برضو كذا، يعني خليط من رموز المجتمع اللي طبيب بشري اللي مهندس اللي استاذ في الجامعة اللي فنانة اللي كذا كذا، في برضو الفنانة الجميلة عزة بلبع برضو. فانضمامي لهذه الشخصيات انا بقعد اتعلم منهم، لان احنا كلنا كشعب، انتوا يمكن كصحفيين متخصصين او خصوصا لو اللي بيعملوا في مجال السياسة ده شغلهم، لكن احنا كلنا كشعب بعد 25 يناير بالتحديد ابتدى الوعي السياسي يزيد طبعا طبعاً. عند كل الناس، وببقى سعيدة جدا لو تشوف انا احيانا بحب اركب تاكسي عشان اشوف مقياس الناس راح لفين. يا على الوعي، شيء رائع بكل الاعمار، يعني تلاقي والله كان مثلا شاب جميل بكالوريوس هندسه سواء اخر سنه في هندسه سواء تاكسي، قد ايه كنت فخوره بيه وقد ايه انه التاكسي ده بتاع بابا فانا بساعده. ايه هي دي مصر، هي هو ده الشعب، هو ده الناس، هم دول الشباب، هو ده المستقبل. الاقي حد تاني مثلا برضو الشباب مثلا يبقى في حاجه و30 40 متجوز وعنده طفل، فيبقى لا انا هكتفي بطفل او طفلين علشان اربيه كويس وهدخله مدرسه يتعلم لغات. تشوف برضو وعي اجتماعي وثقافي وتتكلم في السياسه عارفين ادق الدقائق. فهذا الوعي السياسي اللي ابتدى يزيد بعد 25 يناير عندنا حصل نفس الحكايه بالنسبه لي. انا بحب جدا اقرا الجرايد من زمان الحقيقه، وعندي هوايه اني بقص حاجات من الجرايد من زمان برضه، وبحتفظ تقريبا بقصصات كل سنه في ظرف لوحدها. وده بدا حاجات خاصه بحضرتك ولا حاجات بتعجبك يعني؟ سياسه، دين، ادب، اقتصاد، حكمه، حاجة في التربية. الأولاد كانوا صغيرين يعني، فده كان عندي من زمان علشان أبقى جاهزة إنه لو ابني سألني أي سؤال أعرف أرد طبعاً. ما تسيبهوش لحد يضلله، فلازم أنا أذاكر كأم عشان أعرف أديله الإجابات الصادقة. فاللي حصل مثلا من 2003 أنا تعجبت وتوقفت، 2004 لأول مرة في مصر يبقى فيه مظاهرات لأول مرة،
وابتدت تزيد يبقى مظاهرة ويمشوا بعد أسبوعين ثلاثة أربعة شهر مظاهرة تانية. وبعدين لحد ما وصلت لو تتذكروا لما كانوا أقاموا قدام مجلس الوزراء وأحمد نظيف طلع قال الحكومة مش بابا وماما وعاشوا حطوا خيم قدام مجلس الوزراء وقعدوا شهرين ثلاثة في الشارع الناس. كل دي كانت مؤشرات وتغييرات جديدة على المجتمع المصري السياسي. من هنا ابتدى عندي الاهتمام بالسياسة الحقيقة. وهقول لك حاجة غريبة جدا، قبل ثورة 25 يناير العظيمة بأسبوع واحد كنت عضو لجنة التحكيم في مهرجان، المهرجان الرائع مهرجان المركز الكاثوليكي طبعا بطرس دانيال تحية. أيوة هي عظيمة طبعا. لأن هذا المهرجان بقاله كام 14 سنة 15 سنة أو أكتر أكتر من كده إنه هذا المهرجان يبقى أساسه ونجاحه واستمراره مبني على القيم الأخلاقية. خلينا نحط بنجيه هلالين القيم الأخلاقية، إنه مهرجان يبقى متخصص بس اختياره للأعمال عشان اللجنة تشوفها مبني على القيم الأخلاقية اللي بيقدمها إيه للمجتمع، والجوائز اللي بيختاروها اللي بيرشحوها ياخدوا جوائز يبقى أدوارهم أو إخراجهم قائم على القيم الإنسانية. ده شيء نحييهم عليه طبعا، هم الوحيدين اللي كده. فقبل 25 يناير بأسبوع واحد كنت عضو لجنة التحكيم والمركز في وسط البلد مش عند عدلي. عارفه طبعا عارف طبعا المركز. فكان بقالي فترة ما نزلتش وسط البلد، يعني أكتر من سنة يمكن أو سنتين. والله العظيم يوميها يوم ما نزلت وأنا راجعة أول ما دخلت البيت قلت يا خسارة يا مصر، كم عفوا القمامة اللي شفتها في شوارع وسط البلد، كم الباعة الجائلين اللي على الرصيف قدام المحلات اللي هي مكلفة نفسها كهرباء ومكلفة نفسها ضرائب ومكلفة ومكلفة طول الرصيف عند سينما مترو وسينما ميامي وسينما راديو. أنا زعلت حزنت في ميدان عدلي كان واقف بتاع والله العظيم مع احترامنا واحتراسنا 7-8 ضباط وجنود واقفين وشايفين هذا العبث وشايفين مثلا حد بياخد إتوات ولا حزنت جدا. كان بقالي كتير ما نزلتش وسط البلد لأن دي منطقة أثرية، العمارات اللي فيها والشوارع بتاعتها والتقسيمة بتاعتها المعمار ده اللي قديم اللي من أيام الأربعينيات طبعا. إنه يبقى نوصل لكده كم القمامة وكم الزحمة ونوعية بقى البشر، ما هو مع احترامنا الشديد جدا لانه اللي جاي يشتري من 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 على ستاند على الرصيف مع احترامنا الحقيقي ليهم، لكن انا لازم احترم المكان، لازم احترم بلدي، لازم احترم اسم مصر، لازم احترم صوره مصر اللي في الاخر انا اسمي مصري. فهذه الصوره السيئه بالتالي يبقى انا شكلي كمصري سيء صحيح، لانه كده معناه ان سلوكي كمصري سيء، معناه انه اخلاقياتي كمصري سيئه. عيب صحيح. حزنت اقسم بالله اول ما دخلت البيت قلت يا خساره يا مصر. بعدها باسبوع الثوره قامت. ده كان تنبؤ؟ لا 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 لا، ولا تنبؤ ولا ولا ها ولا في الاحلام ولا في الكوابيس انك تجيش حتى لا 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 لا. طبعا كمل الفساد كان اللي هو بقى ايه، الاغلبية العظمى من الشعب مستسلمة، اغلبية اخرى يائسة، قليل القليل اللي كانوا واقفين بقى زي اول بقى ما ابتدوا في 2006 و2008 كفاية وبتوع 6 ابريل لما كانوا بحقهم حقيقي. بالظبط طبعا. وكان اسمهم ايه، اسمهم ايه بتوع مارس برضو 9 مارس ولا دول لا فقول يساريين طبعا دول كانوا القليلين اللي بيقفوا. ما ننساش جورج اسحاق وممدوح حمزه فاهم ايه بتقول ايه يعني بتوع كفايه. ف يعني الناس دول كانوا بشكل فردي بيتصدوا، عبد الحليم قنديل، كل الناس دي كانوا بيتصدوا للفساد لوحدهم. احنا يائسنا. انا بالنسبه لي كفنانه للامانه او كانسانه كان بيعرض عليا مشاركات كتير جدا تبقى من خلال الحزب الوطني او كذا، انا كنت بعتذر، كنت بعتذر تماما تماما مع سبق الاصرار والترصد الحقيقه.
وانا عارفه انه ده ممكن يعمل مكاسب قد ايه ولا بتاع. وطبعا ياما عرفت انه يبقى ممكن اعمال جيالي ويبقى لا ويروح اوردرات يتم حجبها يعني عادي جدا يعني. لانه لما يبقى عندك يقين حقيقي انه رزقك محدش هياخد غصب عنك في السماء يزحكم من لما يبقى عندك يقين حقيقي انه رزقك فقط رب سبحانه وتعالى اللي هو اللي بيبعته لك في الاوان المناسب ليك بالطريقة المناسبة ليك مع البشر المناسبين ليك. اما يبقى عندك هذا اليقين ولا يفرق معك شيء. اتقالك رسمي كده لو انت ما تنبتيش كذا؟ لا 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 عمرها. لا 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 عمرها. لا هم اذكى من كده كتير. ومش بس كده مع احترامنا برضو الكثيرون عبد مشتاق ما هم كتير دول كده دول على كده يعني مجرد ما يتقال لهم ممكن يجروا يعني مع احترامنا يعني. هي بتبقى برضو نرجع لازم نذكر نفسنا انه دي تركيبات رب سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقنا بيها يعني مش اكتر.